privée dans le système de santé du Maroc. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer. اليوم الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام هي شركة في البلدان النامية اللي مشات بعيد، لأن اليوم الصحة ديال المواطن هي صحة واحدة، يتعالج في القطاع الخاص ولا في القطاع العام، الهدف هو النجاعة. واليوم جلسنا مع السيد وزير الصحة والسيد الكاتب العام ديال وزارة الصحة وبرهننا من الجهتين على ضرورة التعاون ما بيناتنا في هذه الشركة البارتناريا اللي ما غاديش يبقى محصور إلا في تصفية الكيلتين، اللي غادي يكون في الجهتين، يعني من مرضى من القطاع الخاص غادي يجوا للقطاع العام، مرضى من القطاع العام يجوا للقطاع الخاص، أطباء من القطاعين غادي يتبادلوا التجربة ديالهم، مرضى الرميد حتى هما غادي يمكن يستافدوا من الخبره ديال القطاع الخاص. فلهذا كله هدف واحد، والصحه للمواطنين، فين غادي تكون النجاعه المريض غادي يمشي يتعالج، هذا هو الهدف. اليوم المغرب كيتعد من الدول الناميه القليله اللي يعني تجاوبات مع جميع الاحتياجات ديالها في ميدان تصفيه الكيلتين، وهذا نجح لان القطاع الخاص دار يدو. حاليا راه اكثر من 7000 مريض اللي كتدير لا دياليز في القطاع الخاص، وما كان حتى شي مشكل، ما كانوش اكراهات. اللي خص كنا نعرفوا بان ملي تخلقت التغطيه الصحيه في 2006 تم قبول جمعيه المصحه الخاصه هذه التعريفه يعني الوطنيه، مع ان كان مع انها كانت ضعيفه. قلنا هذا مشروع وطني غادي نمشيو فيه بعيد، غادي نقبلوا هذه التعريفه اللي هي ضعيفه. اليوم 12 سنه من بعد هذه التعريفه ما تبدلاتش، هل يعقل اليوم ان سرير ديال الانعاش كيتقام، وهذا دراسه ديال وزاره الصحه، بتقريبا 4000 درهم يؤدى عنه من طرف التغطيه الصحيه ب 1500 درهم؟ يعني خصنا نخمو اشنو بغينا نعطيو من نوع ديال العلاجات للمغاربه. ما خصناش نضحكوا على المغاربه، خصنا نداويهم. اليوم غنداويهم، كاين تقنيات جديده، العلاجات في 12 سنة تبدلات، تكلفة العلاج زادت، آلة السكانير اللي كانت تسوى 200 مليون ولا كتسوى مليار، دونك هاد الشيء خصو يتبدل، خصو تكون انسجام مع التطور التكنولوجي، وخص التغطية الصحية، التعريفة ديال التغطية الصحية تبدل، تتبع الوتيرة ديال النمو. اليوم كتهضر على الإعلان ديال الصريح، أي تعريفة نعلنوا عليها؟ راه ما كايناش وحدة. راه بغيتي نعلن على التعريفه في المصحات راه خصني حيت راه ما كاينش ضمان اجتماعي واحد.